الرحيم. اليوم وانا نحضر في روحي لحكم الاعدام السياسي بتعليمات قيس سعيد فيا وفي ملايين من الشباب وملايين من التوانسه بالخارج، واللي اعلنت عليه هيئه الانتخابات اللي اليوم باش ترتكبها جريمه الاعدام هذه، الاعدام السياسي في الشباب التونسي وفي المراه التونسيه وفي التوانسه بالخارج. ف وانا السيف مسلط على رقبتي اليوم قبل ما يتم الاعدام واسكات ألف الحامدي ربما الى الابد، فنحب نقول انه نعطي كلمه اخيره، وهذا حقي على الاقل كلمه اخيره. اول حاجه عندي رساله لهيئه الانتخابات. شوفوا، تغيير شروط الانتخابات باوامر ترتيبيه جديده هو استعمال السلطه الترتيبيه والاوامر الترتيبيه من اجل القيام بعمل تشريعي، وفي ذلك تجاوز للبرلمان وتجاوز لدولة المؤسسات ودولة القانون. يعني كأنكم كتبتوا قانون انتخابي جديد من خلال أوامر الترتيبية. هذا الشيء يتسمى هذا يتسمى تبديل وتغيير لهيئة الدولة التونسية من دولة قانون ومؤسسات إلى دولة التعليمات ودولة الرئيس. ودولة التعليمات هذية اللي نعرفوا عنا بلدان أخرى نعرفوها دولة التعليمات شنو فيها، اللي فيها لا أمن لا فيها استقرار لا فيها سيادة وطنية. تغييركم ومحاولتكم بتغيير هيئة الدولة هذا يعاقب عليه القانون بفصل 72 من المجلة الجزائية، اللي يقول إنه يعاقب بالإعدام كل من يحاول بطريقة مقصودة تغيير هيئة الدولة. واليوم أنتم بما أنكم قضاة ومحامين سمعتوا الفيديو هذية وقريتوا البيان اللي كتبته لكم وبعثته لكم، فسيصبح تغييركم وتبديلكم محاولة تبديلكم لهيئة الدولة مقصودة، وبالتالي تطبق عليكم حكم الإعدام. يعني كيما اليوم باش تعدموا ألف الحامدي، نفس السيف اللي باش تعدموني به اليوم راهو باش يتهز السيف من عندي انا وباش يتحط على رقبكم انتم. تبديل هيئه الدوله هذايا مش كان مرتبط بألف الحامدي وبالشباب ولا بالانتخابات، لا، لانه وقت اللي في تونس تولي هيئه الدوله قائمه على بتليفون بالتعليمات نتاع الرئيس نكتبوا اوامر ترتيبيه اللي نشرعوا فيها القوانين الجديده، يولي عادي عندي والي ولا ولات في الولايات الحدودية يكلم قيس سعيد يقول له حل حدود لك الميليشيا أجنبية ولا ميليشيا الله أعلم منين، ولا حل حدود لك الكونتنير متاع، ولا عدي الكونتنير متاع السلاح عديه دخل لتونس. يولي بأمر ترتيبي يعمل الشيء هذا اللي هو مخالف القانون عادي جدا، شو مشكل كي تتبدل هيئة الدولة من دولة القانون والمؤسسات الى دولة الرئيس ودولة التعليمات؟ يولي ما عادش عندنا عسكر، ما عادش عندنا جيش وطني، يولي عندنا عسكر البي كما قبل. ما عادش عندنا الجيش الوطني اللي نظمه القانون وعنده استقلالية، يولي عندنا عسكر البي. كي تتبدل هيئة الدولة وترتكبوا الجريمة السياسية وتسيلوا الدم متاع الشباب التونسي ملايين من التوانسة، تحرموهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتحرموهم من انهم يكونوا ممثلين في الانتخابات الرئاسية، الصندوق اللي باش تهزه مؤسستنا العسكريه ووزاره الداخليه باش تحميه وباش تهزه ايديها باش تتلطخ بالدم نتاع الشعب التونسي. التبعات نتاع العمله اللي باش تعملوها اليوم اكبر برشا من انه ألف الحامدي تتنحى من الانتخابات، اكبر برشا. وهذه اخر رساله ليا، شنو تحبوني انا نقول للشباب؟ شنو تحبوني نقول انا الشباب بعد اليوم، بعد ما تعدموني انتم اليوم سياسيا، انا شنو تحبوني نقول للشباب؟ لا استنى دورك حتى لين، راك الشباب، راك انت مدامك عمرك اقل من 39 سنه انت مصنف خطر. رانا في تونس انك شاب انت خطر. شنو تحبوني نقول للشباب؟ ما تهجرش، راهو عندك الحق في بلادك. شنو تحبوني نقول للشباب؟ عندي عامين نسكت فيهم الشباب ونقول لهم انا كي طردوني يجوني هم قالوا لي يا مدام رم طردوك، يا مدام رم شوهوك، يا مدام رم عملوا فيك في الخطوط التونسيه، يا مدام رم قالوا لك بري يمشي يخرجي من تونس، شبيكي ما زلتي شاده صحيح؟ نقول لهم لا راكم غلطين، هذاك على خاطرني انا وقتها تعيين لوبيات، اما لا راهو عندنا في السياسه نجموا نعبروا، نجموا نخدموا، اجوا اخدموا معايا، انا باش نترشح، انا باش نحط الكرسي على الطاوله بالصندوق. انا من بعد ما تعدموني اليوم باش نقول لهم الشباب؟ ها باش نقول لهم؟ باش نقول لهم ما تهجروش؟ باش نقول لهم ثروتكم عندكم الحق تخلقوها في تونس؟ باش نقول لهم انا؟
باش نقول لهم راهي الاراده نتاعنا اللي هي ان نمشوا نعاودوا نتفاوضوا مع الاتحاد الاوروبي ونرفعوا الحصار لومبارغو الاقتصادي هذايا. باش نقول لهم راهو لومبارغو الاقتصادي ولا زاد امبارغو سياسي؟ شو باش نقول لهم انا؟ شو باش نقول لهم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا قيس سعيد، نهار اللي انت تكتب في الدستور نيتك وبينك وبين روحك ربي شاهد عليها وفضحك، خاطر كي ما تبدلش القانون الانتخابي نيتك الخايبه والخاينه مع الشباب ومع الشعب ومع المراه التونسيه ومع الجيش الوطني اللي نحيتها من الدستور ومع المؤسسه الامنيه اللي نحيتها من الدستور ومع البلاد هذه الكل، نيتك الخايبه اللي هي من اجل قناعات ايديولوجيه ضيقه ضرب تضرب في الشعب التونسي، نيتك انت كاستاذ قانون امنيك على القانون، انت اول واحد قاعد يختال في دوله القانون ويؤسس لدوله الترتيبات ودوله التعليمات. ربي فضحك، ربي فضحك، مش ما يقول حتى عبد تظلم السيده ذاك، ربي فضحك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وشكرا.